الشيخة أسماء آل ثاني هي رياضية ومتسلقة جبال قطرية. أصبحت عام 2021 أول امرأة قطرية وعربية تنجح في الوصول لقمة جبل مانسلو، ثامن أعلى قمة في العالم، كما أنها أول امرأة قطرية تصل قمة جبل آم دابلام في النيبال، وأول مواطن قطري يتزلج في أقصى القطب الشمالي، بالإضافة لكونها مديرة إدارة التسويق والاتصال في اللجنة الأولمبية القطرية وعضوة في الأسرة الحاكمة في قطر. تقول أسماء في إحدى التصريحات الصحفية أنها عندما كانت صغيرة السن كتبت قائمة الدلو بالأشياء التي أرادت تحقيقها عندما تكبر، لكنها فقدت الورقة ووجدتها مرة أخرى في عام 2013 من بين هذه الأشياء تسلق الجبال. وعلى إثر ذلك انطلقت آل ثاني في التدريبات، وفي عام 2014 كانت أول مغامرة لأسماء، حيث كانت ضمن أول مجموعة قطريات تصعد إلى قمة كليمنجارو. في 21 من إبريل عام 2018 نجحت أسماء في رفع علم قطر لأول مرة في القطب الشمالي المتجمد، حيث أصبحت أول سيدة قطرية تتزلج على أقصى نقطة بالقطب ضمن فريق دولي ضم مجموعة سيدات من أوروبا والشرق الأوسط. في عام 2019 أصبحت آل ثاني أول امرأة قطرية تتسلق قمة أكوناكاجوا، وتوالت الإنجازات حتى أصبحت أسماء في 8 نوفمبر عام 2021 أول قطرية تصل إلى قمة أما دابلام. وفي أغسطس عام 2021 نجحت في تسلق قمة جبل إليبروس في روسيا بارتفاع 8167 مترا، وقمة جبل مانسلو في نيبال ثامن أعلى قمة في العالم. ونتيجة لتسلقها قمة مانسلو أصبحت أسماء آل ثاني أول امرأة قطرية وعربية تصل قمة أعلى جبال في العالم بدون استخدام جهاز الأكسجين. في مارس عام 2021 أعلنت أسماء سعيها لأن تكون أول قطرية تتسلق قمة إيفرست. تشغل أسماء آل ثاني منصب مديرة إدارة التسويق والاتصال باللجنة الأولمبية القطرية، كما تولت سابقا إدارة لجنة الاتصال والتسويق في اللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى الدوحة عام 2019، كما إنها إحدى أفراد الأسرة الحاكمة القطرية. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.